الأدب جو. طبعاً محظوظين، ربنا يسهل. لا محظوظين، السؤال ده سهل إن شاء الله خير. أغيره طيب؟ لا أغير السؤال؟ حظنا بقى يا رب. أدب والسؤال هو، في كل أسبوع يوم جمعة هي رواية الكاتب مصري معاصر، فمن هو؟ خير، دوسي بالراحة راحتك. خدت نفسها وابتسمت وقالت الحمد لله، ما عشان كده السؤال كان سهل. إجابتك يا كلاوديا؟ إبراهيم عبد المجيد. طبعاً إجابة صحيحة. الرواية دي اترجمت للألمانية للكاتب المحترم الأستاذ إبراهيم عبد المجيد، ونحييه كلنا.